السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الاقتصادية. أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني للنشرة الاقتصادية أن سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 لهذه السنة سجل قصة نجاح جديدة ساهمت في إنعاش القطاع السياحي والحركة التجارية وأضخ المزيد من السيولة المالية في السوق المحلية. طبعا ما في شك أن سباق الفورمولا سنة تلو السنة يزداد في الزخم وفي الحجم، ويعتبر من أحد أهم المميزات السياحية في البحرين. وفي هذه الفترة يعني البسيطة اللي هي خلال 3 أيام أو أسبوع نحظى باهتمام عالمي كبير من الصحافة أو من المشاهدين أو حتى من اللي يزورون البحرين لحضور الفعالية شخصيا. نتمنى النجاح لجميع منتسبي الحلبة والمتطوعين، ونهنيهم على نجاح سنة تلو السنة، والله يوفقهم إن شاء الله. وقع بنك البحرين للتنمية اتفاقية قرض بمبلغ 50 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين. وقد وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية خالد الرماحي ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي عبد اللطيف الحمد. وأكد كل من الرماحي والحمد أهمية الحساب الخاص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره إحدى المبادرات العربية الهادفة للإسهام في تمويل مشروعات القطاع الخاص العربية على أسس تمويلية استثمارية. كما ستساهم اتفاقية القرض في تطوير ودعم قدرات القطاع الخاص العربي البحريني من خلال تقديم الخدمات الفنية والاستثمارية. حقيقة احنا اليوم سعداء انه وقعنا اليوم اتفاقية قرض لمدة 10 سنوات ب 50 مليون دولار بسعر فائدة جدا مناسب، من تم تقديمه من طريق صندوق التنمية العربي، وايضا من اساسا حقيقة احنا نقدم شكرنا للصندوق. وحقيقة هذه يمثل دعم يستمر وقوي ويدل على أهمية القطاع الخاص وأهمية تطوير ريادة الأعمال في البحرين.